يا رب. والله تعبان عمي درويش، شبكمه على بعضها خسته تعبان. اترك من ايدك، اترك امك هالجيش بخلصه بروح. قوم ان شاء الله عمر الشغل، قوم يا رب يا رب. تعبان يا عقيد، قلت بنظيف وبشطو بدل اجوة التخت لانه ما معي يدفع له. انا عم بشتغل هذا الشغل بدل اجوة التخت لانه ما معي يدفع له. ارتاح، ولما تلاقي حالك غدران ترجع بتشتغل ان شاء الله. عمي درويش، من وين جايب علي الخيزراني؟ عجبتك؟ من وين جايبها؟ هاي الخيزراني قصتها قصتها. أنا صار لي هون 10 سنين، وهي الخيزراني كانت لسجين أعدموه الله يرحمه، كان ابن حلال مثلك. هاي من ريحته، إذا عجبتك معتز فيك تاخدها. تعرف ليش؟ لأنك أنت كمان ابن حلال مثله. رح أخذها عمي درويش، يسلموا إيديك. مبروك عليك عمي، تستاهلها. شو ما من مجال عنا؟ ولا في ناس عندك أهم من زعيم أوشك؟ كل الناس خير وبركة إن شاء الله. بركة اللي بتنقفك بعينك. لو شفت الدرويش لو أعطاه خيزراني كامي ما بيتركها لبنبري. حسابنا قريب يا درويش، قريب كتير. امتى معلم امتى؟ ما راح لك معافى، لانه الله يرحمك. فاتحة بسرعة. لا تبقى فيها ولا سيفه مثل العائلة معافى. الدور شرف تعمل اللي رح قلك عليه بعد سفيره. اقسم بشرفي اللي بده يعكي بصير. بدها تصير طوشي عن قريب هون، وبدي اياك تشد مع جكر وجماعته ضدي. انا شد مع جكر ضدك؟ انت وعدتني واقسمت وعد الحرتين لك عدو. طيب ليش يا عكيد ليش؟ انا بجوز ما طول هون، ما بدي بعد ما اروح يتكادروا عليك. خليك من يمه، بس انا بدي اعمل له رصة ايدين صارت لازمته. وقتها تصير هالتعكة لو بدك تهجم علي اضربني، ما بدي حدا يحس انك وقفت معه بنعارتك ضده. شو لك هدو؟ انت وعدتني واقسمت. يا عقيد ليش بدنا نفوت علي هالفوت انت؟ ما شفت شو عمل بدرويش؟ مو بالعز اللي بشوف الظلم قدامه وبيضل ساكت؟ مو هيك تربينا لك عدو؟ امرك عادي، روح على شغله. امرك. حدو تعال هون. مرني معلم جكا. شو كان بده منك هاد؟ ربي امر الواحد ما يعطيهوش لحدا، صار بده يعني صار يدخته. اي صدقتك. خلصنا. شو هي الفسوق صدقتك؟ لا لا خلصنا. قوم على تحتك. امرك. بسرعه. امرك. الله يدب الخلاف. مو كل شغله تعلق لي عليها انت. بامر شواربك يا كبيري يا تاج راسي. شد ايدك شد ايدك، اشتغل من قلبك. شو العالم هاي؟
شو عم يصير معك؟ مين ناقشك هيك؟ الله يوفقك. مين هدول اللي بدهم؟ تذكروا جماعته. هلا بس فوز كانوني. هدي هدي، إذا بصير علي شيء بصير عليك شيء. غسل وشك ورجع لدختك وخليه بالمره يقرب عليك. هذا مشاكل عمي ما تنسى. اعمل مثل ما عم اقول لك عمي درويش، اعمل مثل ما عم اقول لك. مسكين الدرويش لساته عامل حاله مريض. معلم ما صار بده ترباية ليكون عبرة لغيره؟ بلا. ايمتى معلم ايمتى؟ ما شفته بعينك لما عطى الخيزراني لهذا اللي اسمه معتز؟ وابصر ابصر شو بيكون عاطيه كمان. مشان شو؟ مشان يعلم عليك. حديد حامي. لك شو حامي؟ الهبله عم تطلع منه بس بده دق. وهي احلى كاس الشال يا المعلم جكر، لانه وجود مشكلات اكيد دمك نهار. دمي عم يغلي لك يا حدو، وما حدا بيبرده غيرك. في واحد بدي ربيه وما بدي هز بدني فيه. بدي منك تروح انت تعمل له اللازم. مين هو؟ درويش ما خيره، عامل حاله مريض وما دفع اجار اخته. روح اعمل له اللازم. درويش من عمر ابي يا ماني مشكار، بدك ياني روح ارفع ايدي عليه. ايه رحمه الله عليه ابوك، والله كان ما في منه. معلم قلت لك هالشكيلات ما بتفيد، ما بيحك جلدك غير ضفرك. قلت لك يا حدو ما تغير علي، حسابي معك بعدين. فوت عمي درويش فوت. شو لا درويش؟ تركت شغلك وجيت قعدت على تختك بكل عين وقحة؟ شو القصة؟ اسمعوا لك انت وياه، اللي له حكي مع عمي درويش يجي لعندي، ومن يوم ورايح الكل بده ينظف وبالدور وخاص نص انت. شي حلو والله. واكثر من حلو. تعا جرب مد ايدك علي يا قبضاي. عمل وراحتي بيها بيها. يلا انت مين دعس على دنباك؟ مش ما خبروك انه دنب السبع ما حدا بيطوله ولا؟ السبع معتز خليك على عدك. واذا قلت لك بدي ربيك وربي القهوش فيه ما بيطلع لك. سمعت شو قال لك ابن حارتك؟ ما بيطلع لك. يا حيف عليك يا ابن حارتي، يا حيف عليك يا حدو. بس هلا شغلي مو معه، شغلي مع يلي عامل حاله معلم. اهري اهري بدك تعمل حالك زعيم يا معتز. ارمي السكينه لك، ارميها. قوم لك قوم. اعمل اللي فيا زعيم. اسمعوا لك، بتعرف شو يعني واحد محكوم بالاعدام؟ اسمع، يا اما بتقوم وبتورجيني مراجلك مرت الاخر، يا خليك زعيم القهوش وعود على نصتك. شو؟ أنا عرفت شو بدك، خليك زعيم القهوش مو خلاف. تسمعوا كلمته وشو بيقلكم بتساووا؟ خلاص هو وعدني يصير زعيم قهوش ابن حلال. قوم لشوفوا له. قل لهم كل واحد يروح على تخته. ما حلا بحق اقولها انا. قولها لشوف.
خذ سكينتك ونرمي من هون يلا. شو حكينا؟ تسمعوا كلمته. صار ابن حلال. ما شاء الله حولك سبق. ساوي لك كاسة شاي اكرك عشاء. بقرف. يلا بدنا نعمل هون. تعال هون لك. سيك. هي جار تخته لدرويش. يلا بدنا نعمل هون. ما وحى يقرف. صحصح واسمعني منيح. مرني حكي. بدي اياك تجيب لي سكينه. سكين؟ ما في سكين غير مع جكار، ما ادري وين بخبيها. ما فيك تدبر لي وحده من برا الهوش. مستحيل. ما في اخو اخته بفوت وتكي من برا الهوش غير جكار. معناها بدي سكينه جكار نفسه. شلون؟ والله ما بعرف. جكر بيخفيها، بيخفيها تحت صالي الأرض. اسمع، رح قوم برجع لتختي وانت بتلحقني. حتصير طوشة بيني وبينك، وبقوم بضربك وبقلعك. طيب وبعدين؟ بترجع لعن جكر وبتورجي انك مغلول مني، وإنه لازم تخلصوا مني وتعلموا علي. طيب بعدين؟ هون بقى بتطلب السكين منه وهو ما راح يقصر. حلو، بس انت شو بدك بالسكين؟ بتتذكر لما قلت لي إنه شو ما اعتزت هون في إلك أخ وحده وعيوني إلك عقي، بس السكين لشو؟ بدك تغزني فيها. شو؟ ما بدها شو؟ مثل ما عم قلك، بدك تخدمني لك حدو ولا لا؟ خلص اتفقنا. حلو. شو ما بتفهم انت؟ ما بتفهم؟ قلت لك ما بدي اشوف حدا. لا يا حارة لا، هيك يا معتز، انو على عيني. عم تتوعد كمان؟ عم تتوعد؟ روح ضرب من الخيط يلا لعن زعيم قهوجك. تعال هون بدو، تعال. عود. شو في؟ رحت لعنده وصالحك انت وياه. ايه. روي الجو بضبطه بينك وبينه. أنا ما هان علي صار فيك. ولا بدي يخسر هو ابن حارتي. لك جد مثل المجنون بدي شو صار له؟ قام بهدلني وقلعني. العمى. بهدلك وضربك. لك هاي مصيبة واجت لعنا لك هدو. ايه والله. لازم نخلص منه. تنقلع من هون. هدو، خد الحكمة من تم الفسافيس واعمل مثل ما قال لك. انت قوم الدفس ونام. قوم. امرك. علم عليك وعلم علي. والله لا احرق. اهدى اهدى، مو هيك التكتكي يا هدو. اتركها، انا بلاقي له تصريفي. لا هي بدك تترك لي اياها. شو في براسك؟ في براسي سكينة عم تنغل نغل. وين سكينتك؟ سكينتي موجودة وبتخدم شواربك، بس بالأول بدك تقلي شو بدك تساوي. بدي اكسر شوكته لمعتز بالهوش. امتى؟ انت اعطيني السكين واتركني اطبخ براسي. اعتبرها صارت معك. بس يا ويل ويلك وسواد ليلك اذا بتقول انك جبتها مني. لا يا معلم شكار، أنا بعرف من وين جبت السكين وبعرف شو رح أقول. من مين بدك تقول إنك جبتها؟ من درويش. لك يقبرني ربك يا حدو، هذا حدو اللي أنا بعرفه.